بسم الله الرحمن الرحيم، هنبدأ مع بعض الفقرة رقم بي في حل تيم ايه مادة 251 ومادة 257. الفقرة دي بتقول write java program develop class circle 2d. افكرك بس الاول احنا عملنا ايه. احنا الفقرة A و B و C كانوا عبارة عن تحدد فيرجن الجافا، بعدين تعمل انترفيس اسمه colorful، عملنا الانترفيس، بعدين نعمل كلاس اسمه سيركل وعملنا الكلاس. دلوقتي بقى عندنا سيركل كلاس، فلازم نعرف ان الكلاس اللي هنعمله دلوقتي هيكون تكملة على الشغل اللي فات. فهنعمل كلاس جديد، نروح هنا كده في الديفولت ونقول رايت كليك ونقول له جافا كلاس، وهنختار اسم الكلاس سيركل 2D او 2 دايمنشن، ونعمل فينش. والطلب الاول هيكون كلاس 2D. انا ده هشيل الحاجات دي علشان الناس بس تبقى مركزة معايا. ذا كلاس 2D سيركل 2D inherit، وكلمة inherit معناها على طول اروح اكتب كلمة extend، يعني في وراثة عندنا في الفكرة بتاعتنا او في المسألة بتاعتنا. extends circle class، يبقى لازم اكتب circle extend circle، يعني وارف من ال class circle، and implement colorful interface. ال interface ما بنعملوش extend عادي، بنعمل له implement. فهنشوف دلوقتي لازم نكتب كلمة implement. colorful interface، وهيفضل مديني علامه لحد ما اعمل حاجه اسمها override للميثود اللي في الانترفيس، فهسيبها دلوقتي عشان نجي لها في وقتها. يبقى دلوقتي انا نفذت الطلب الاول، رقم واحد بيطلب مني اعمل انترفيس، اعمل كلاس اسمه 2D يورث من او اكستند من سيركل وامبلمنت من الكالرفول انترفيس. The class has three private attributes، عنده تلات متغيرات اللي اسمه سيركل، عنده الكالر وعنده string as a string طبعا، وعنده اكس وواي، والاثنين نوعهم دبل، والاثنين بيعبروا عن attribute of the center of the circle. تعال نتخيل الشكل كده، كأن عندك دايرة وانت عايز تعرف مركز الدايرة ده كام. في مركز الدايرة دي بيكون x و y ولونها ال variable color. طيب نعرف المتغيرات، فهنكتب المتغيرات دايما private، ف private string الأول اسمه color، وبعدين اتنين private x و y، x integer طبعا، اسف دبل دبل x و y. يبقى كده خلصنا الفقرة التانية. تاني انبه، العلامة اللي بالاحمر دي معناها ان الكلاس لسه فيه حاجة عايزة تتعمل، اللي هي implement interface، مش هيرضى يشتغل لزاما عليك ان انت تعمل implement interface، فهنحلها في وقتها لما يجي السؤال بتاعها. The class has three attribute او 3 argument constructor. constructor بياخد 3 حاجات، x و y وال radius given value. it should invoke super class constructor. انا لسه كنا وضحناها في الاكزامبل اللي فات لو تفتكروا في الفقره بي، هنكتب الكونستراكتور ازاي، اسمه نفس اسم الكلاس، يبقى public على طول من غير void ولا return، public واسم الكلاس والارجمنت. هو بيقول 3 argument، خد بالك 3 argument، يبقى على طول لازم احط 3. مين هما؟ x و y و radius. يبقى اكتب double، انواعهم ايه؟ انواعهم double x comma double y comma double radius. وناس تقول انت دلوقتي بتسمي الاسامي نفس الاسم، ما تغير الاسم. لا، الستاندرد ان احنا نخليها نفس الاسم من غير ما يحصل confuse عن طريق استخدام this، قلناها اكتر من مرة. يلا نشوف constructor هيعمل ايه. كان المفروض نحط بقيمة x في قيمة x، والواي في القيمة y، والراديوس في الراديوس اللي انا وارثه. هو فين الراديوس هنا؟ انا وارث السيركل، فانا عندي عامل انهيرتنس للفاريبل. طبعا احنا عارفين ان البرايفت اتريبيوت لا يورث، عشان كده مش هقدر اوصل له مباشرة، هنشوف نوصل له عن طريق الجيتر والسيتر زي ما احنا عارفين. لكن هنا بيقول في السؤال invoke super constructor، لازم انتبه، ولو ما خدتش بالي من دي وكتبت الامبلمنتيشن عادي هيبقى غلط. انفوك السوبر كونستراكتور، يعني انا عايز استدعي الكونستراكتور من الكلاس اللي فوق. مين اللي فوق؟ اللي هو اسمه سيركل. اشمعنى اسمه فوق؟ يعني علشان انا وارث منه الكلاس 2D، وارث من سيركل، يبقى لما استدعي الكونستراكتور بتاع سيركل اكتب كلمه سوبر اقواس. في اتنين سوبر، سوبر دوت استدعي بيها اي ممبر في البيرنت كلاس. فين البيرنت كلاس؟ ده البيرنت كلاس. اي حد استدعيه، استدعيه بسوبر دوت، سوبر جيت ريدياس، سوبر جيت ستيتس، جيت اريا، سيت اريا، سوبر ريدياس، ما عدا
الكونستراكتور ده، والكونستراكتور ده الاستدعاء بسوبر اقواس وليس سوبر دوت. نرجع تاني للكلاس 2 دي سوبر اقواس، بس السوبر اقواس هنا بستدعي التو ارجمنت كونستراكتور، بديله الراديوس. عشان كده اهو في السوبر كونستراكتور كلاس هديله الراديوس نص القطر بتاعي، فبالتالي لازم اديله هنا حاجه اللي هي راديوس. طيب وبعدين انا كده استدعيته علشان اباص البارامتر راديوس للسوبر كلاس، لكن الاكس والواي فين هما؟ اقدر اكتبهم this. طب اشمعنى دي كتبت this؟ this dot radius this dot x يساوي x، القيمه اللي هيدخلها اليوزر هخزنها في المتغير x او assign it to the variable x، و this dot y يساوي y. اشمعنى الاثنين دول كتبتهم بالشكل ده واللي فوق كتبته عن طريق سوبر؟ لان radius مش موجود عندي، انا ورثه من extend class. اما x و y موجودين عندي فاقدر اتعامل معاهم مباشرة لان دول عندي متاحين بالنسبة لي. طيب كده خلصنا الكونستراكتور، وده من الحاجات المهمة جدا اللي هتيجي في الاختبار، اكتب كونستراكتور بيستدعي السوبر كلاس. بعد كده الفقرة 4، the constructor the class has zero argument constructor that set the value of instance variable to their default value. هتحط الديفولت لو كان zero argument constructor، يبقى نكتب تاني constructor public circle2d طبعا دي الجديدة، و zero argument constructor، وفي البادي بتاعه انا ما عنديش حاجة اكتبها، لكن انا عايز احط الديفولت it should invoke three argument constructor in the same class. خد بالك من الكلمتين دول، it should invoke super class constructor، يبقى انا بستدعي constructor من فوق من السوبر كلاس، لكن هنا it should invoke three argument constructor in the same class. ايه الفرق بين الاثنين؟ ان انا هنا هقول this aquas، يبقى انا بستدعي constructor اللي معايا اللي هو ده، وده بالنيابه عني هيروح يبعت القيمه عن طريق سوبر، يبعت القيمه لمين؟ للفاريبل اللي في السيركل هناك. طيب الديفولت فاليو بكام؟ الدبل يبقى 0.0 0.0، ليه مرتين؟ عشان الاكس قيمه الديفولت بتاعها ب 0 والواي ب 0 والرادياس كمان هيكون قيمته 0.0. طيب نلاحظ حاجه، ان هو لحد اللحظه دي ما عملش اي حاجه خالص تخص الكالر، رغم ان انا معرف فاريبل كالر. خلاص هو ما طلبش مني، يبقى انا مش هعمل اي حاجه تخص الكالر، خصوصا انه هنا في السؤال بيقول the set value of instance variable to their default value، يبقى هنروح بقى عند الكالر بس ونديها الديفولت بتاعتها كالر يساوي بايدينا كده نكتبها نل، لان الديفولت فاليو بتاعها بيساوي نل، وكمان نقدر نكتبها هنا ان الكالر يساوي نل. لكن فين لما بياخد القيمه؟ ده اللي هنشوفه في الفقره الجايه. يبقى دلوقتي الكالر معانا طبعا معانا، واللي استدعيه عن طريق ديس يفضل ديس دوت كالر بيساوي نل، وهنا برضو عشان يبقى كلامنا كله ستاندرد ديس دوت كالر يساوي نل. يبقى انت كده عملت initialization بالكونستراكتور ال 3 argument constructor، رغم ان هو بياخد 3، بياخد واحده فيهم بيبعتها للبيرنت، 2 موجودين عنده وواحده بيحطها بنل لان مفيش قيمه. تمام، ودي تعتبر زياده، يعني اللي عايز يشيلها هي مش مطلوبه، لكن المفروض ان هي تكون موجوده في السؤال اللي هي this dot color بيساوي نل. بعد كده الفقره رقم 5 fill my color، ادي الميثود اهي، عشان هو بيوصل للكالر عن طريق ميثود معينه اسمها fill my color. has to implement fill my color method which assign given string value to the color instance variable. هنا خد بالك implement الميثود، هو ما قالكش write method، قالك implement method. جت منين implement method؟ وفي فقرات تانية بتيجي في الامتحان ما بيطلبهاش وانت لازم تستنتجها. نقول بقى القاعده، نقول القاعده، القاعده بتقول اي كلاس يورث انترفيس او عند وراثه الانترفيس، اروح اشوف الانترفيس كالرفول، يجب اعاده كتابه كل الميثود الموجوده جوه الانترفيس. موجود الميثود اسمها ايه؟ فيل ماي كالر. يبقى انا لازم اخد الميثود دي كده كوبي واكتبها هناك، اكتبها مره ثانيه عشان الايرور ده يروح، وهو طالب مني اوفر رايد الميثود، يبقى اروح هنا
قال ايه؟ قال implement fill my color. فانا كتبت الميثود مره تانية وامسح السيمي كولون وافتح اقواس واقفلها، يبقى كده خلاص عملت implement للفيل ماي كالر. يبقى نقرا السؤال ده مره تانية. سبب السؤال رقم 5 ان انت وارث من انترفيس، ان انت عامل implement للانترفيس فوق اهو، implement الانترفيس. والقاعده بتقول عند وراثه انترفيس يجب اعاده كتابه كل الميثود الموجوده في الانترفيس. طيب وبعدين اعمل ايه بقى؟ خلاص which assign، بتحط ال given value القيمة اللي انت اللون اللي انت هتحدده للكالر. يبقى this dot color يساوي color اللي هيدخله اليوزر color. ويبقى كده خلصنا الفقرة رقم 5، وبناء عليه اعتقد ان دي كده ملهاش لازمة، اللي هي color بيساوي null اعتقد ملهاش اي داعي. طيب نروح للفقرة رقم 6، the class has private method distance. خلي بالك عشان في لخبطه جامده جدا بتحصل في الجزئيات دي. فقره 6 و7 و8 كلهم هيتكلموا عن ميثود، لكن هو هنا اول مره يقول ايه class has private method distance. احنا الميثود متعودين ان هي public ما عدا حاله خاصه الميثود تكون private، بنسميها helper method. helper method يعني استدعائها داخل الكلاس. هنوضح الكلام ده اكتر بعدين، بس خلينا دلوقتي نكتب. هنروح كده تحت هنا، طبعا خلاص الكونستراكتور والكونستراكتور وده عشان بس يبقى المكان واضح قدامنا. هنكتب دلوقتي ميثود جديده اسمها distance، بس اهم حاجه ان هي private، وده غير اللي احنا متعودين عليه، لان دي حاله خاصه اسمها الهيلبر ميثود private. الميثود اسمها distance، اسيب مكان للريتيرن واكتب اسمها distance والارجيومنت بتاعتها. هلاقيها بتاخد دبل اكس 1 دبل اكس واي 1 دبل اكس 2 دبل واي 2، اكتبهم يبقى دبل، ده السيجنتشر يا جماعه، فبنكتب نفس اللي هو طالبه بالظبط دبل اكس 1 بعدين دبل واي 1 بعدين كوما كمان مره التالت دبل واي 1، وهاخدهم نفس الاثنين كده كوبي واعملهم مره تانية بس اتاكد ان مفيش كولون غلط. اكس 1 واي 1 اكس 2 واي 2، انا كده عملت الهيدر اللي هو طالبه مني. ذات ريتيرن ديستانس، بترجع المسافه. هنقرا المسافه بس الاول، بترجع المسافه يعني دي هتكون دبل، يبقى الميثود دي الريتيرن بتاعها هيكون دبل، لان المسافه نتيجه حسابات كسور هتطلع كسور هي كمان او ديسيمال بوينت. ونفتح اقواس ونعمل انتر فيقفل القوس دايما كده، القوس الاخير خالص ده بيكون اند اوف ذا كلاس ومحدش يجي جنبه، اند اوف كلاس. طيب الميثود دي بتعمل ايه بقى؟ تعالوا نفهمها. الميثود دي ديستانس بتاخد مني اربع نقط، عايز اعرف ايه هما الاربع نقط. فبيقول لي ديستانس بتوين، ريتيرن ديستانس بتوين اكس 1 واي 1، ايوه يعني دي النقطه الاولى، و x2 y2 دول النقطة التانية. يعني لو عندي نقطتين، اديتك نقطتين لهم احداثيات x و y وعايز احسب المسافة بينهم، يبقى هطرح الاتنين من بعض او هعمل القانون اللي احنا شايفينه ده اللي هو قانون فيثاغورس، او ملناش دعوة، هو بيدينا القانون distance between two points الجذر التربيعي لده، فاحنا هننفذ المطلوب، هنقول له return ونبدأ نحسب الجذر التربيعي. طبعا math dot sqrt بتجيب لنا الجذر التربيعي. العدد اللي جوه الجذر هيكون 2 ترم، ال 2 ترم دول اكتب بطريقه صح، فينهم علامه زائد، يبقى انا كده حطيت علامه الزائد عشان عارف ان في حاجه على اليمين وحاجه على الشمال، وفي الاخر خالص هحط سيمي كولون، يبقى انا كده خلصت الكود بتاعي. يبقى math dot sqrt، sqrt يعني سكوير روت يعني الجذر التربيعي. الجزء اللي على الشمال علامه اللي يساوي الزائد هو عباره عن طرح الاثنين واس 2، يبقى انا عندي اس دلوقتي، يبقى اقول math math بس math capital dot الاس بنجيبه بباور الاساس والاس، يبقى الاس 2 الاساس لسه مش عارفينه، لا عارفينه اكس 2 ناقص اكس 1، يبقى اكتب اكس 2 ناقص اكس 1، لازم نتدرب عليها كويس. كده خلصنا الجزء ده. ليه؟ لان هيطرح، تعالى نفهمها مع بعض تاني. اكس 2 ناقص اكس 1 هيطرح الاثنين ويرفعهم لأس 2، يبقى اكس 2 ناقص اكس 1 أس 2، ده كل ده في الجزء اللي على يسار الايكوال الجزء ده. طب والجزء الثاني نفسه بالظبط بس مع الواي، فبالتالي انا هعمل كده
اخده هو هو واكتب بدل x2 y2 وبدل x1 يبقى y1، وبرضه قص 2 وتبقى كده المسألة خلصت وخلصت الكود بتاعي كله. ماث دوت باور الفرق بين الاثنين قص 2 زائد الفرق بين الاثنين قص 2، وفي الاخر بجيب لهم الجذر التربيعي، يبقى انا قدرت احسب المسافة بين نقطتين. يبقى ده ميثود بتحسب المسافة بين نقطتين. الفقرة اللي بعدها contain وبتاخد مني x1 و y1 that return true، يعني بوليان. السؤال بيقول كده رقم 7 مرة تانية: the class has public method contains. فأنا هروح هنا أكتب public، ونركز جدا لأن المرة اللي فاتت قال private غريبة، لكن المرة دي رجع تاني للوضع الطبيعي وقال public. والميثود دي بترجع لنا true أو false، فهنكتب هنا boolean. نخلي بالنا برضو من النقطة دي، boolean اسم الميثود contain، وبتاخد مني x1 و y1، بتاخد مني إحداثيات نقطة معينة عند x و y، ومجرد ما تفتح قوس وانتر ينقلك للميثود closing method. والريتيرن بتاعها طبعا ما دام فيها ما دام قريت كلمة boolean أو double يبقى لازم جملة return، لكن لو قريت void يبقى ما فيش return، يبقى return. هترجع ايه بقى دي؟ return true if the x1 y1 inside the circle، يعني انا هدي لك نقطة، هتقول لي النقطة دي جوه الدايرة ولا بره الدايرة؟ طبعا نقدر نعرف هي جوه الدايرة ولا بره الدايرة ازاي؟ مديني هنت عشان يساعدني، لان مش مطلوب مني ان انا اعمل اي حاجة رياضية. x1 y1 is contained in the circle، in the circle جوه الدايرة، if the circle distance between، لو المسافة بين النقطة and the center of the circle اللي هما الاكس والواي less than or equal radius، يبقى انا هجيب المسافة بين الاتنين واطرحهم من الراديوس. طيب تاني كده، هخلي جملة الريتيرن، تعالوا بس ايه واحدة واحدة نفهم هنعمل ايه. عند كونتين انا دلوقتي مطلوب مني اعرف النقطة جوه كونتين، يعني معناها هل متضمنة عندك النقطة دي؟ كأني بقول لك خد اكس واحد واي واحد، قول لي هي موجوده جوه الدايره، اي دايره اللي احنا فيها اللي هي 2 دي سيركل 2 دي، فانا عايز اعرف هي جوه ولا لا. طب اعرف ازاي؟ قال لي x1 y1 is contained، هتكون موجوده if ان الديستانس بين x1 y1 and the center of the circle اللي هو x y. بس استنى شويه ما تكملش، يبقى ازاي احسب المسافه؟ عندي ميثود اهي اسمها ديستانس، عندي ميثود اسمها ديستانس، فبالتالي هنعمل كولينج للميثود اللي اسمها ديستانس. هنقول this dot distance بتاخد كام حاجة؟ أربعة، النقطة والنقطة التانية. فين النقطة الأولى؟ هو بيقول لي x1 y1 القيمة اللي هو هيديهاني، خلاص أهي x1 y1 هي x1 y1 بتاعة distance. طيب و x1 y1 التانية دي اللي هي كانت أصلا هنا x2 y2 دي إحداثيات الدايرة. طب إحداثيات الدايرة أجيبها منين؟ مركز الدايرة. كان فوق في السؤال قايل لنا الاتنين دول x و y هما مركز الدايرة. نرجع تاني للسؤال الأول عشان نثبت المعلومة دي. The class has three private attributes color, string, x, y, both type of x of double. x و y attribute specify center of the circle. يبقى لازم نعرف إن الاتنين دول center of the circle. طيب وبعدين بعد ما نعمل center of the circle نروح تحت بقى نشوف السؤال بيقول لنا إيه. يبقى احنا عرفنا ان الاكس والواي هما سنتر اوف ذا سيركل. قال لي المسافة بين اكس وواي اهي x1 y1 and the center of the circle x1 x2. يبقى نكتب هنا this، لازم نكتب لما بنتكلم مع الممبر لازم نقول له this dot x و this dot y. فكده انا حسبت المسافة distance، بس لما احسب المسافة لازم استقبل المسافة دي، فهعرف variable double، الحته دي اضافيه شويه بس مهمه، double هنسميه distance او dist اي حاجه، دي مثلا تقدروا تكتبوا دي، كل واحد يسمي الاسم اللي هو عايزه. المسافه distance كده انا حسبت المسافه بين النقطه اللي هيدهاني ومركز الدايره. الاف كانت بتقول ايه؟ اف ان المسافه بينهم less than or equal radius of the circle هتكون contained، يعني هتبقى الإجابة true. يبقى بالتالي بعدها على طول أكتب if statement if n distance less than أقل من less than or equal radius. إزاي أجيب الradius؟
اقول دي سلوت راديوس؟ لا، ليه ما ينفعش اقول دي سلوت راديوس؟ لان مش عندي راديوس. امال اعمل ايه؟ استدعيه عن طريق، استدعيه الراديوس عن طريق الجيتر والسيتر. تاني يا جماعه نوضح النقطه دي. اف ان الديستانس، انا معرف ديستانس، حسبت المسافه، انا عايز اعرف دلوقتي اكتب الراديوس ازاي. لو حد كتب راديوس هيقول له مين راديوس ده، لان انت ما عندكش حاجه اسمها راديوس. طيب انا وارثه، فواحد يقول لي طب اكتب سوبر دوت راديوس، برضه قال لي مين سوبر دوت راديوس ده؟ ليه بقى قال لي سوبر دوت راديوس؟ ما هو موجود في السوبر. ايوه، لانه برايفت والبرايفت لا يورث. امال ايه الحل؟ طيب الحل ان انا اقول this dot، الميثود اللي انا وريتها اللي تسمح لي اقول get radius، get radius. يبقى الميثود get radius يا جماعه هي اللي بتوصلنا للراديوس اللي احنا وارثينه. تاني نوضح النقطه دي، الكلاس اللي اسمه سيركل وارث، وارث من السيركل، سيركل 2 دي وارث من سيركل، بس وارث منه الراديوس، بس هو مش وارثه مباشره لانه برايفت مخفي عنه، لكن وارث حاجه اسمها او عنده امبلمنت الحاجه اسمها جيت راديوس اللي بتوصلني الاكسسور بتاعه. فبالتالي لما اجي اوصل للراديوس وانا في كلاس تاني، خد بالك بقى انا في كلاس تاني وعايز اوصل للراديوس من كلاس سيركل، اقول لي ايه؟ وارث منه كمان انه عندي، يبقى ديس دوت جيت راديوس على طول، ديس اوبجكت يعني، او ديس كلاس دوت جيت راديوس يجيب لي راديوس. ولو كتبنا سوبر يمشي الحال برضه. مالها بقى؟ لازم تكون اقل من، اقل من less than or equal، يبقى لازم اكتب equal. انا اسف، احنا خلاص كتبنا less than، يبقى لو المسافه اقل من كذا وكذا من الراديوس يبقى على طول اكتب return ايه؟ return true، يبقى النقطه واقعه جوه. طيب ولو الاف ما اشتغلتش يبقى لازم اقول else، اقفل هنا القوس واقول else، ها return false، والا هي return false ان النقطه مش جوه. ايه الحكايه؟ false، النقطه مش جوه الدايره. ونبقى كده خلصنا الميثود بتاعه contain اللي بتشيك على نقطه جوه الدايره ولا لا. النقطه الثانيه او contains الثانيه، في واحده ثانيه اسمها contains، وهل ينفع نسمي اثنين ميثود بنفس الاسم؟ فقره 8 بيقول the class has public method contains، هل ينفع نعمل كده؟ طبعا ينفع نعمل كده، لان احنا خدنا الاوفرلودنج والاوفررايدنج. فلو عندي تو ميثود وذ ذا سيم نيم ان ذا سيم كلاس، فواحد يقول لي طب انا هاخدها كده كلها كوبي، لا خد بالك انا هكتب بس الميثود اهو الجديده اللي انا عملتها اسمها كونتينز، بس الارجيومنت بتاعتها مختلفه. الارجيومنت بتاعتها مش بياخد نقطتين، ده بياخد دايره ثانيه سيركل 1 من النوع سيركل 2 دي. يبقى لازم اغير الارجيومنت والا البرنامج مش هيشتغل. لازم، وطبعا بتريتيرن بوليان، نقرا كده public method contain بتاخد circle 2D من نوع circle that return if return true if the circle is inside this circle، لو دايره جوه الدايره. هنعرف ازاي؟ هنشوف نعرف ازاي، بس خلينا الاول نفكر فيها منطقيا. نظبط الكود ده كده عشان يبقى كله تحت بعضه. تمام، انا دلوقتي عملت كده وهعمل جوه، عايز اعرف برضو نفس الكلام، هعمل if statement يا اما يبقى ترو يا اما فولس حسب القاعده اللي هيديها لي. ايه القاعده المره دي؟ ازاي الدايره تكون جوه الدايره؟ بيقول لي الهنت كرنت سيركل، كرنت اللي هي الرئيسيه، كونتين تحتوي على سيركل 1 اللي انت بعتها لي في البارامتر بتاعتك، اف ذا ديستانس لو المسافه بين تو سنتر اوف ذا سيركل بلس سيركل دوت ريديوس ليس ذان اور ايكوال ذيس دوت ريديوس. يبقى معنى كده ان انا عايز اجيب الديستانس مره ثانيه، هاخد نفس السطر ده بس هغير شويه حاجات. هو هنا بيقول لنا نفهمها the current radius contain if the distance، اسف، if the distance between two center، يبقى تعالى نحسب الديستانس between two center. وما نقدرش نحسب الديستانس الا عن طريق ميثود اسمها distance. بتاخد مني ايه؟ تاخد الاحداثيات. طب فين الاحداثيات؟ circle 1 دي المعطى، خد بالك circle 1 دي المعطى. يبقى انا لازم اقول هنا circle 1 dot، انا عايز اجيب الاكس دوت اكس، و سيركل 1 مره تانية دوت واي.
تمام. وبعدين this dot x و this dot y, this dot x و this dot y. يبقى أنا دلوقتي اديت ال distance أربع نقط. خلي بالك النقطة الأولى x و y بتوع circle 1 ال given, و this dot x و this dot y دول بتوع الدايرة الرئيسية أو ال this circle اللي احنا فيها اللي هي ال 2D اللي عندها ال x وال y. عشان كده كتبنا x و this dot x و this dot y على طول. هوري لك الكود كامل أهو, شوف بس كده انا بقفله عشان الناس تبقى متابعه معايا. احنا بنكتب الميثود دي, والميثود دي اسمها public contain كمان مره, في واحده contain قبلها. المهم contain circle 2D circle 1, وخدنا منها النقطه الاولى x و y والنقطه الثانيه x و y, وممكن نبدل النقطتين عادي في الاول او في الاخر مش هتفرق. انا حسبت دلوقتي المسافه بين نصفي الدائره, مركزي الدائره اسف, حسبنا المسافه بين مركزي الدائره. طب المسافه دي زائد السيركل دوت ريديوس, يبقى هنجمع عليها السيركل دوت ريديوس, سيركل 1 دوت ريديوس less than or equal this دوت ريديوس. فهنروح عند الفقره اللي بعدها, هنقول طبعا عايزين نعمل بقى الحسبه, فهناخد المسافه زائد ريديوس ونقارنها بذيس دوت ريديوس. فهنكتب كده if الديستانس اللي جبناها, بس المرة دي مش هنسكت زي المرة اللي فاتت, هنزود عليها حاجة. if the distance plus circle 1 dot radius plus circle 1 dot radius. طبعا circle 1 عشان اجيب الراديوس قلنا مفيش private attribute, ف dot get radius, get radius طبعا خلاص لازم تكون مالها بقى less than or equal this dot radius, less than or equal this, مقدرش اكتب radius على طول, get radius. وهنضطر ان احنا نعمل البادي بتاعها انتر ونكتب جوه return. لو كان يبقى الفكرة يا شباب ان radius زائد circle 1 dot get radius اقل من ده, هو بيقول كده القاعدة اهي, لو كان ده زائد circle 1 dot get radius اقل من radius ايه, يبقى على طول return true عشان هتكون contained جواها. else لازم نكتب هنا else هتكون return false, ويبقى سيمي كولن في كل الحالات, ويبقى كده الميثود دي كمان كملت. يبقى نقدر نشوف الاثنين ميثود مع بعض, سيركل كونتين وكونتين, واحده بتاخد اكس وواي بتحسب لي هل الاثنين بترجع ترو فولس لو المسافه النقطه جوه الدايره ولا لا. هنا لو دايره جوه الدايره ولا لا, عشان كده المقارنه مختلفه شويه. خلينا نكمل رقم 9. رقم 9 بتقول اوفرلاب, اوفرلاب اوفرلاب يعني في تداخل او منطقه مشتركه, يعني دايرتين متقاطعتين. فانا هتشيك على دايرتين متقاطعتين ازاي, في قانون هيديهوني, فانا هاخد اوفرلاب تاني وبياخد مني الدايره اللي هيقارنها مع الدايره الحاليه. فين الحاليه؟ اللي هي سيركل 2 دي اللي احنا بنكتب جواها الكود كلها. طيب نروح فين دلوقتي, ندخل جوه, اتاكد ان انا جوه الكلاس واكتب public, واوفرلاب اكيد هترجع لي ريتيرن ترو, يبقى بوليان. خلاص عرفنا الطريقه, بوليان اوفرلاب. بعد كده اكتب البادي, وفي البادي بتاع اوفرلاب هحسب حسبه الاول اكيد اهي, تو سيركل اوفرلاب اف ذا ديستانس بتوين تو سنتر ار ليس ذان اور ايكوال تو ذيس ريديوس زائد الريديوس. يعني الحسبه اختلفت شويه في الميثود بتاعت اوفرلاب, لكن برضو المسافه بين التو ريديوس احنا لسه جايبينها حالا اهي, لو شفتوها معايا اهي جبنا الديستانس دي بتساوي المسافه بين نقطتين, واحده لوكال عندي وواحده بتاعت الدايره سيركل 1. فهاخدها نفسها مش هحتاج اكتبها مره ثانيه, خلاص انا كده جبت الديستانس. طب واحد يقول لي انت كل مره بتعرف دبل ديستانس, انا ممكن معرفش اصلا, بس الجمله هتبقى طويله شويه, يعني هتبقى اف وبدل دي ده كل الجمله اللي فوق, لكن انا بعرف دبل ديستانس عشان
ده لوكال فاريبل بنعرفه جوه الاستخدام وبيخلص مع انتهاء الميثود انفوكيشن او الميثود كول. المهم دبل بي ديس ديستانس يعني استدعينا الميثود ديستانس. خدوا بالكم في كونتين وكونتين واوفرلاب استدعينا الديستانس كل مره، يعني ثلاث مرات استدعينا الديستانس. بعدين بيقول لي اف، هكتب اف كونديشن، ايه الشرط؟ distance between two circle اللي هي distance are less than or equal، اقل من، يبقى دي اقل من او تساوي this radius و circle radius. يبقى this، طبعا هو كاتب this radius لكن مش معناه ان الكود كده، this dot get radius زي ما اتعودنا خلاص. وبعدين زائد سيركل 1 دوت جيت radius. لو كان ده صح يعمل ايه؟ ريتيرن ترو، لان الاثنين هيبقوا متقاطعتين ساعتها. else هيعمل ريتيرن فولس. ويبقى كده الميثود اللي اسمها اوفرلاب كمان خلصت. ونشوف الطلب اللي بعد كده، هيطلب مني الطلب المعتاد اللي هو اوفررايد تو سترينج ميثود، واحنا لسه عاملينها في الفقره اللي فاتت، خلي بالكم عشان هنا فيها حاله خاصه شويه. نقفل دي برضو ونقفل ده. يبقى الكلاس بتاعنا اللي احنا عملناه كونكلوجن سريع كده، سيركل في متغيرات، ثلاث متغيرات وارث من سيركل وامبلمنت كالر فول، وبعدين عنده اثنين كونستراكتور، وعنده ميثود اسمها فيل ماي كالر، وعنده ديستانس، وعنده كونتينز وكونتينز واوفرلاب. هنعمل بابليك اخر حاجه الاوفر رايد بتاعنا، بابليك سترينج اسمها تو سترينج. والميثود تو سترينج بتعمل ايه؟ ريتيرن على طول. طالب منك صيغة معينة، خد بالك الصيغة دي return radius و area و perimeter دي قديمة، center of the circle دي الجديدة، والcolor هو الجديد، يبقى الاتنين اللي على اليمين دول جداد، لكن الاتنين دول انت عملتهم قبل كده مش فاكر. افكرك روح على class circle، انزل تحت خالص هتلاقي نفسك عامل two string بتطبع ال radius وال area وال perimeter، اهم radius و area و perimeter. ليه بتقول لي كده؟ يعني ايه الداعي ان انا هنا return اعيد كتابة الكود؟ طب اعمل ايه؟ استدعيه. طب هو موجود في البيرنت كلاس، ما هو انا سيركل 2 دي وارث من سيركل، يبقى اكتب سوبر، لما احب استدعي ميثود موجوده في بيرنت كلاس، سوبر دوت تو سترينج. يبقى الفقره دي سوبر دوت تو سترينج، انا استدعيت التو سترينج من السوبر كلاس اللي هو البيرنت بتاعي اللي هو سيركل، فرحت عند سيركل لقيته نفذ السطر ده، يبقى كل ده اتعمل خلاص، اللي هو مين؟ radius يساوي area يساوي perimeter يساوي، خلاص. طب فاضل ايه تاني؟ فاضل السنتر اوف ذا بوينت، دول هاخدهم كصيغه وهضيف لهم القيم من عندي، علشان يبقى ما اقدرش هنا نرجع تاني بقى كده، اهو سوبر دوت تو سترينج، وهضيف عليه لان انا عايز زياده. الزياده اللي انا عايزها هحطها في بين دبل كوتيشن. اهي. سنتر اوف ذا بوينت of the circle، وهقفل الدبل كوتيشن واعمل علامة بلس، وبعدين دبل كوتيشن مرة تانية، عايز اقول طريقة سهلة عشان الناس ما تتعبش وهي بتكتبها. انت خلاص كتبت تو سترينج، اعمل زائد وخد السترينج الاول من اول الكوما لحد دي كده، كوبي حطها في دبل كوتيشن، بعدها اعمل علامة زائد، بره اعمل علامة زائد، ده اللي هحط فيه المتغير، بعدين انتر، بعدين خد ده كوبي في السطر التاني تحت سوبر كده، اكتب زائد مرة تانية وحط مين؟ ده داخل دبل كوتيشن، وبعدين اكتب زائد، وبعدين اعمل سيمي كولن. عندك كم مكان فاضي؟ هنا المكان الفاضي اللي هتطلع فيه قيمة السنتر اللي هو ده المكان ده، وبعدين مكان تاني للكالر هطلع فيه الكالر. طيب تعالى نكتب فيه واحدة واحدة.
هنا المكان الاول هنكتب ايه؟ ازاي نجيب center of the point؟ القيم معروفة x و y، center of the point x و y. طب ال x اهي وال y اهي موجودين عندي، يبقى اقدر اقول this dot x، تمام؟ ولو عايز تحطها بين اقواس كده ممكن نحط قوس هنا، فيفتح قوس وبعدين يكتب قيمة ال x وبعدين كونكاتينيت عليه كوما عشان يحط كوما بينهم، وبعدين كونكاتينيت تاني this dot y. واللي مش فاهم احنا بنعمل ايه هقول، وبعدين كونكاتينيت اخر مرة قوس الاخر. انا عايز دلوقتي اطبع اكس واي داخل قوسين، فعملت القوس الاول في السترينج هنا فهيطبع القوس الاول، وعملت القوس الثاني هنا، فبقى في قوس في البدايه وقوس في النهايه. ليه حطيتهم جوه دبل كوتيشن؟ لان دول تكست او نص عايز يتطبع. طيب وبعدين عايز اضيف عليهم الاكس ديس دوت اكس، مكتوب قبلها زائد وزائد عشان تبقى لوحدها مش في السترينج، ودي كمان ديس دوت واي. طيب بين الاثنين عايز احط كوما، رحت عامل كونكاتينيت لايه؟ للكوما، وحطيتها جوه دبل كوتيشن. طيب وبعدين this color is، عايز اجيب اللون بقى، ها اللون موجود عندنا هنا برضه اهو، يبقى this dot color، this dot color. للمره الاخيره يا جماعه، اللي بيتحط جوه دبل كوتيشن نص يكتب كما هو، الكومبايلر مش هيفهمه، اما اللي بيتحط بره الكوتيشن بيكون variable له قيمه، فالكومبايلر هيجيب قيمته ويطبعها. وعلامه البلس بتعمل جمع او دمج بين الاثنين، اسمها عندنا كونكاتينيت. نبقى كده نعمل بيلد للكلاس. طبعا مش هنقدر نشغل دلوقتي لان احنا ما عملناش المين ميثود، لسه اخر فقره هنعمل فيها المين ميثود. كده نبقى خلصنا الكلاس، المفروض ان احنا ناخده كوبي كامل ونحطه في الدفتر بتاع الاجوبه او الانسر شيت، واللي يحب يكتب كومنت من بناء على الكلام اللي احنا قلناه، ان ده 3 argument constructor، ده 2 argument constructor، ده 0 argument constructor، دي fill my color، والميثودز واحدة واحدة overlap وto string وcontain وcontain التانية وdistance. فده الكود بالكامل ان شاء الله. يبقى خلصنا الفقرة رقمها كام دي، الفقرة دي، وهنبدأ ان شاء الله بعد كده فقرة E، ويبقى فاضل لنا E و F بس بإذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله.